عندك اليوم تويتر فقرة الجديدة اللي حتكون معنا، ايش ابرز الاشياء اللي صايره في تويتر؟ سالفة اللي مخترق حساب الامير والله ابو جود اليوم اللي هذا ابرز شيء صار اليوم، يعني اختراق حساب الامير عبد الرحمن بن سعد رئيس نادي الهلال والامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، هذا اختراق ديربي اللي صار اليوم. بس كان لطيف جدا، الرجل شكر وهنى الامير فيصل بن تركي، في المقابل هو وجه رساله للامير عبد الرحمن بن مساعد انه هارد لك والحظ ان شاء الله في السنوات الجايه للفريق الهلالي والتوفيق. بس ترى ما كان لطيف مره، يعني انا ماني عارف ليش الناس مبسوطين في اليوم في تويتر، يعني يضحكون على الموضوع وماخذينه كنكته، يعني ترى هذا واحد من الجرائم الالكترونيه، يعني هذا لو حدد مكانه راح يعاقب عقاب كبير، واتوقع حتى اللي ايدوه وضحكوا له وانت واحد الحين قاعد تضحك له ترى ممكن تروح معه. شوف اول شيء انا اضحك عشان اتجنب شره، هذا شيء وجه رساله انه امسيه بالخير، لكن هي بالامانه اذا جينا الحقيقه هي جريمه ما لا شك فيه، يعني عبث تخريب، هو ما استفاد الامانه اي شيء، انتهاك للخصوصيات ابدا. انا ترى ما ايد، لكن انا ترى ابتسامتي انه اجراء صلح مقدم مع هذا الشخص من الان. ممتاز. طيب وش في كمان اخبار في تغريده للاستاذ تركي الابراهيم رئيس شركه الحلم الرياضي والرئيس التنفيذي لشركه تطوير، انه طلب من ادارات الانديه، هو تمنى ذلك، ان تؤسس قسم تسويق داخل النادي وتفتح المجال امام الشباب المتخصص للتطوع داخل لخدمه النادي. ما فهم، يعني انه يعني اغلب الانديه الان تحتاج تسويق، مو بلاقين احد يسوق لهم ابدا. اعطونا تغريده يا شباب، اعطونا تغريده ترك ابراهيم، ايش قال؟ نشوفها معنا الان. ايوه، اتمنى من ادارات الانديه الجماهيريه السعوديه ان تؤسس قسم تسويق داخل النادي وتفتح المجال امام الشباب المتخصص للتطوع لخدمه النادي. يعني بالضبط، يعني الان اغلب الانديه تفتقد الاهم عامل الموجود في الانديه اللي هو ما في تسويق للاسف. انه انت علشان تسوق بضاعه لابد انه يكون عندك انت ناس متخصصين في هذه الجزئيه عشان يقدرون والله يسوقون النادي. للاسف اغلب انديتنا مو قادره تسوق نفسها، يعني للاسف الان نشاهد انديه جماهيريه ما تملك راعي. بغض النظر يعني احنا تغريده جميله، لكن ودي انه كان يقول بدل ما يكون تطوع ان يكون تعيين توظيف مقابل، يعني اي مقابل، لان الانديه انت على الاقل يكون لك جزء من المبيعات اللي انت قاعد تسويها. اعتقد ما حدث في الطفرات اللي جايه والاقبال الكبير اللي حدث هذا الموسم يدل على التسويق الكبير، المفروض الانديه تستغله. الان في الان في يعني السوق مليان ناس متخصصين مو بلاقين حتى وظائف، يعني الان استفد منهم في كفتره اولى يكون تطوع، بعد ذلك انت بامكانك ان انت تعينهم وتوظفهم. نرجع ونقول احنا محتاجين للخصخصه، يعني هو محور حديثنا نقول ليش ما في خصخصه، فيا ليت انه يكون في خصخصه. حمود السلوى المدرب السابق والقدير كان هو له ثلاث تغريدات للامانه. الاول كان له مقترح انه يكون بطوله كاس الامير فيصل بن فهد تحت 23 سنه لابد من تعديل نظامها من خلال بطوله تصنيفيه ل 153 نادي لتحديد عدد انديه هذه البطوله. ممكن ما تكون التغريده واضحه، انا حوضحها بشكل بسيط. الان نادي الاتفاق لو افترضنا انه هو بطل كاس الامير فيصل بن فهد اللي هو الفريق الاولمبي، الان فريق الاتفاق هبط الى درجه اولى، يعني الان اذا ما تعدل النظام مجبر بطل كاس الامير فيصل بن فهد يلحق يعني هو ما استفاد من البطوله اللي هو حققها. هو يطالب في هذا المقترح، هو يطالب في هذا المقترح. انا حاعطيك المجال فهد بس ان اكملها. هو يعني الان يطالب انه لابد من تعديل النظام بحيث انه ما الفريق الاولمبي ما يلحق الفريق الاول. بالضبط، ما يكون مرتبط فيه. لا ما يكون مرتبط فيه، اذا جالس يصير الان هو مرتبط فيه. هذا اقتراحه. كان له تغريده ثانيه انه كيف يسمح الاتحاد الاسيوي لكره القدم بمشاركه لاعبين هواة يعني في بطوله دوري الانديه الاسيويه، يعني مثلا الان اللي موجود في دوري المحترفين الاسيوي في مشاركه هواة، وهذه مشكله هو الان الاتحاد الاسيوي يطالب فيها. طيب في التغريده اللي هو ثالث تغريده، وتغريده الامانه هو اكيد انه يقصد فيها ما يقصد، لكن يقول رفع عدد المنتخبات في كاس الامم الاسيويه من 16 الى 24 هذا قرار جريء، والغاء كاس التحدي اللي هو كاس الاتحاد الاسيوي يشوف انه هو قرار شجاع. ما فهمت، انت فاهم شيء؟ انا والله ما فهمت هو ايش يقصد، لا انا فهمتها بطريقتي، لكن هو قول ايش طريقته، قول ما في مشكله. الان هو قرار الاتحاد يقول ان الاتحاد الاسيوي البطوله كاس الاتحاد الاسيوي انه عمليه الغائها هو قرار شجاع، يعني هو يطالب بشجاعه، يبدو انه هو مو مرحب بكاس الاتحاد الاسيوي بحسب تغريده الكابتن محمود السلوى. بس ما اتوقع يلغونه، لانه هنا الاتحاد الاسيوي لديه رعاة وهو محاط الكاس الاخر
يعني من اجل الرعاة والكسب المادي. تركي، انا بس حاب اوضح جزئيه اخيره الجميع متابعين برنامج مشكورة. التغريدات اللي احنا ناخذها في البرنامج حتكون اللي هي تغريدات اليوم اخر 24 ساعه فقط. أي. يعني ما نرجع التغريدات قديمه ونتطلع للمستقبل من التغريدات. طيب تركي، شاكر لوجودك معنا. احنا حنشوف بس اهداف مباراه اليوم.